أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أجارني الله وإياكم وجميع المسلمين من النار أيها المؤمنون عباد الله ما أشد خوف كثير من الناس في هذا الزمان وفي غيره من الأزمان من كثير من العواقب والمخاوف والابتلاءات كثير من الناس يخافون وما الذي يخافونه يخافون مثلا من الحروب والدمار وسفك الدماء يخافون من الزلازل من البراكين من الفيضانات يخافون من شدة البرد أو من شدة الحر يخاف كثير من الناس من تدهور الاقتصاد وقلة سعر العملة وغلاء الأسعار يخاف كثير من الناس من الأمراض ومن الأوبئة المنتشرة يخاف كثير من الناس كما قلنا عباد الله من عواقب كثيرة
يحسبون لها ألف حساب. ولربما نام وهو يفكر كيف الخلاص من ذلك، واستيقظ وهمه الخوف من تلك المعضلة أو تلك المشكلة. وربما درس الدارسون وفكر العباقرة كيف يمكن التخلص من هذه المخاوف، من هذا الدمار، من هذا الخراب، من هذه الأمراض، من تدهور الاقتصاد. عباد الله، حتى خوفك ينبغي لك أن تضبطه بضوابط من كتاب الله ومن سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ما الذي كان يخافه نبيك؟ ما الذي كان يخشاه نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ يا أمة محمد، يا أتباع محمد، مما تخافون؟ من الفقر. ونبيكم عليه الصلاة والسلام يقول: والله ما الفقر أخشى عليكم، والله ما الفقر أخشى عليكم. ما الذي يخافه علينا؟ نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. بل قبل ذلك قل لي، ماذا كان يخاف نبيك محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ اسمع ماذا قال عنه ربه سبحانه وتعالى: قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. يخاف من الذنوب، يخاف من المعاصي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، من انتشارها وما يترتب عليها من العذاب. في صحيح البخاري عن زينب بنت جحش رضي الله عنها قالت: استيقظ النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يوما فزعا وهو يقول: لا إله إلا الله، ويل للعرب من شر قد اقترب، فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذا، وحلق بأصبعيه الإبهام والتي تليها. قالت زينب رضي الله عنها: يا رسول الله، أنهلك وفينا الصالحون؟ أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم، إذا كثر الخبث. نعم، يقع الهلاك، يقع الدمار متى ما انتشرت الذنوب والمعاصي. عباد الله، يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: لا ترجو إلا ربك، ولا تخشى إلا ذنبك. لا ترجو إلا ربك، ولا تخشى، لا تخف من أي بلاء، من أي مشكلة، من أي معضلة. لا تخف إلا من ذنوبك، لا تخف إلا من معاصيك. قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: ما نزل بلاء إلا بذنب، وما رفع إلا بتوبة. ما نزل بلاء، أي بلاء، أي شيء تخافه وتحذره، لا ينزل بك إلا بسبب الذنوب والمعاصي. واسمعوا معي عباد الله إلى الأدلة القرآنية التي تبين هذه الحقيقة. يا من يلقي اللوم على ما نحن فيه من البلاء على الحكام أو على المحكومين أو على غيرهم، اسمع إلى ربك سبحانه وتعالى: ومن أصدق من الله قيلا. سبحانه عز وجل يبين لنا
أسباب وقوع الشر والبلاء والعذاب، فيقول سبحانه: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم. يا أهل اللغة، يا أهل النحو والعربية، ما أصابكم نفي من مصيبة، من التي تفيد الإغالة في التنكير، ومصيبة نكرة في سياق النفي تفيد العموم. ما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم، بل وفوق هذا ويعفو عن كثير، بل الله عز وجل يعفو ويسامح الكثير من أهل الذنوب وأهل المعاصي. يقول البراء ابن عازب رضي الله عنه وأرضاه: ما اختلج عرق ولا عين إلا بذنب. ما اختلج عرق ولا عين إلا بسبب ذنب من الذنوب يا عباد الله. قال أنس ابن مالك رضي الله عنه وأرضاه: وقد سمع رجلا يقول وهو يبين أن المصيبة لا تقع إلا بصاحبها، وما ظلمناهم ولكن أنفسهم يظلمون، فقال: لا يظلم الظالم. هذا الرجل يقول: لا يظلم الظالم إلا نفسه. فقال أنس بن مالك: لا والله، لا والله، إن الضب ليموت هزلا في جحره من ظلم ابن آدم، إن الضب ليموت هزلا في جحره بسبب ظلم ابن آدم، عياذا بالله من ذلك. وقال البراء بن عازب رضي الله عنه أو حذيفة: إن الحبارة نوع من أنواع الطيور لتموت بسبب ظلم ابن آدم. انظروا عباد الله إلى العواقب الوخيمة التي تجنون الذنوب والمعاصي على الناس. قال ربنا سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. لو يؤاخذ الله الناس بذنوبهم ومعاصيهم ما ترك عليها من دابة، ما ترك على وجه هذه البسيطة من دابة تدب على الأرض. هكذا الله سبحانه وتعالى يبين لنا الداء، ويبين لنا الدواء، ويبين لنا أسباب حلول الشرور والبلاء. يا عباد الله، الذنوب والمعاصي هي سبب كل ما نحن فيه من البلاء ومن الشر، ولهذا يقول ربنا سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: ظهر الفساد في البر والبحر. ما المراد بالفساد؟ المراد به ما يحصل من تغير، ما يحصل من كوارث طبيعية في البر من رياح وزلازل وخصف ومسخ وقذف، وما يحصل في البر من زلازل وبراكين وعواصف إلى غير ذلك. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا ولعلهم يرجعون. فيا عباد الله، ما يحل بنا من البلاء إنما هو بسبب الذنوب
الذنوب والمعاصي. وفي سنن ابن ماجه وصححه العلامة الألباني رحمه الله عن عبد الله بن عمر قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم يوما فقال: يا معشر المهاجرين، خمس إذا ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركوهن، إذا ابتليتم بهن فأبشروا بما يترتب عليها من البلاء ومن الشر ومن العذاب. قال: ما ظهرت الفاحشة في قوم حتى يعلنوا بها إلا نزلت بهم الأمراض والأوجاع التي لم تكن في أسلافهم. انظروا إلى السبب: الفاحشة، الزنا، اللواط، إذا ظهر في قوم حتى صاروا عياذا بالله يعلنوا به ويجاهروا به إلا نزلت بهم الأمراض والأوجاع التي لم يكن يعرفها أسلافهم، من إيدز، من هربز، من سيلان، من زهرة، إلى غير ذلك من الأمراض الخطيرة. ما سببها؟ على من ننقل لهم؟ من أين أتت؟ بسبب انتشار الفواحش عياذا بالله من ذلك. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم: ما ظهر الزنا والربا في قوم إلا أحلوا بأنفسهم عذاب الله سبحانه وتعالى. الزنا والربا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. قال عليه الصلاة والسلام: أخوف ما أخاف على أمتي عمل قوم لوط، عمل قوم لوط. عياذا بالله من ذلك. اكتفاء الذكر بالذكر، الشذوذ الجنسي، عياذا بالله، متى ما ظهر في مجتمع كان ذلك سببا لنزول الشر والبلاء والأمراض. وإن مما يؤسف ويدمي القلب أن ينتسب إلى بلد الإيمان والحكمة بعض من ارتضى ما ارتضاه أعداء الإسلام من الغرب من شذوذ جنسي، وصار يتشبه بالنساء في الشكل وفي الكلام والتغنج واللباس. ومن والنبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم لعن المتشبهين من الرجال بالنساء. إذا صار هذا يعلن به على مرأى ومسمع ويفاخر به، ولربما ولي بعض من هذا حاله منصبا من المناصب في دولة إسلامية في بلد الإيمان والحكمة، أفبعد هذا عباد الله نقول ما سبب ما حل بنا من الشر والبلاء؟ قال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم: لا تأمرن بالمعروف ولا تنهون عن المنكر او ليوشكن ان يعمكم الله بعقاب من عنده. اقول ما تسمعون واستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، عباد الله،
سمعتم كلام نبيكم المصطفى صلى الله عليه وعلى اله وسلم كما في حديث ابن عمر: ما ظهرت الفاحشة في قوم حتى يعلنوا بها إلا نزل بهم من الأمراض والأوجاع والأوبئة التي لم تكن في أسلافهم. قال: وما طفف قوم المكيال والميزان إلا ابتلوا بالسنين والشدة المؤنة وجور السلطان. ما طفف قوم مكيالهم وميزانهم إلا كان ذلك سببا لابتلائهم بالقحط والجذب وشدة المؤنة وغلاء الأسعار وجور السلطان. وما منع قوم الزكاة إلا ومنعوا القطر من السماء، ولولا البهائم لم يمطروا. لا إله إلا الله. عباد الله، نبحث عن أسباب ما حل بأمتنا ومجتمعنا من شر وبلاء، والسبب هو نحن سبب أنفسنا. كان الله عز وجل يقول لخير هذه الأمة ولأفضل القرون، يقول للصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم الذين اصطفاهم صحابة لنبيه وهم خير الناس بعد الأنبياء والرسل على الإطلاق، ومع ذلك يقول عز وجل: أولما أصابتكم مصيبة أي يوم أحد قد أصبتم مثليها أي يوم بدر، قتل يوم أحد 70 من خيرة صحابة رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم، منهم حمزة بن عبد المطلب أسد الله ورسوله، ومصعب بن عمير، وأنس بن النضر، وعبد الله بن عمرو بن حرام، وعمر بن الجموح، وغيرهم كثير من الصحابة قتلوا يوم أحد. أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها، قتلتم 70 يوم بدر وأسرتم 70، قلتم أن هذا من أين أتانا هذا البلاء؟ قل هو من عند أنفسكم، قل هو من عند أنفسكم، أي بسبب ذنوبكم ومعاصيكم. ماذا فعل الصحابة؟ أمر النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم عبد الله بن جبير في 50 من الرماة، وجعلهم على جبل صغير قرب جبل أحد يسمى اليوم بجبل الرماة. قال: لا تبرحوا مكانكم، احموا ظهورنا، وإن رأيتمونا تختطفنا السيوف ونقتل لا تبرحوا، وإن رأيتمونا نغنم لا تبرحوا. وكانت الغلبة والدائرة في أول المعركة للمسلمين، وفر المشركون، فما كان من هؤلاء 50 إلا أن قالوا لأميرهم: الغنيمة الغنيمة، أدركوا الغنيمة. قال لهم أميرهم عبد الله بن جبير: والله لا أبرح مكانا أمرني النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم أن أثبت فيه. أو ما سمعتم ما قال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم؟ قالوا: الغنيمة الغنيمة. فنزلوا من على الجبل، وكان خالد بن الوليد قبل أن يسلم مع المشركين ينظر بعينيه نظرا حادا ويتخلل صفوف المسلمين علّه أن يجد فجوة أو يجد خللا، ويتعجب من شدة وقوة عبقرية النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم وذكائه في الحرب. فلما نزل الرماة وجد الخلل، وجد الخلل، فصعد على الجبل وقتل عبد الله بن جبير ومن بقي معه، ثم نزل على المسلمين من على الجبل ومن معه من خيله من المشركين، فصار المسلمون في الوسط، وحلت ما حل بهم من هزيمة، وقتل من قتل
بسبب معصية واحدة يا عباد الله حصل هذا الشر والبلاء. كم من معاصي، كم من ذنوب عباد الله. إبليس الذي كان يلقب بطاووس الملائكة كان يعبد الله في السماء مع الملائكة، أبى أن يسجد سجدة أمره الله بها، فكانت النتيجة ألعنه الله وطرده من الجنة وأوجب عليه النار وحلت به البلية والمصيبة بسبب مخالفة واحدة. فانظر نفس إلى نفسك يا أخي المسلم، انظر إلى نفسك، انظر إلى حالك مع الله سبحانه وتعالى. كم من صلوات تفوتك، كم من سجدات تعصي الله وتأبى أن تسجدها لله عز وجل، كم من ذنوب، كم من معاصي. لا تخف من الفقر، ولا تخف من تدهور الاقتصاد، ولا تخف من أعداء الإسلام من شرق أو غرب. لا نخاف على أنفسنا والله إلا من ذنوبنا، إلا من معاصينا. والله لو كنا نخاف الله حق الخوف ونتقي حتى حق التقوى لحل بنا الأمن والأمان والرخاء والاستقرار. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون، أي بسبب ذنوبهم ومعاصيهم. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. قال ابن عباس: لو انطبقت السماء على الأرض لجعل الله لمن يتقيه فرجا ومخرجا. فالتقوى عباد الله هو أهم وآكد ما نتواصى به، هو وصية الله للأولين والآخرين. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، أن اتقوا الله. فإذا اتقينا الله عز وجل حل بنا الأمن والأمان والاستقرار، وجاءت الخيرات والبركات والرزق. وهذه سنة الله في خلقه أنهم متى ما أطاعوه حل بهم الخير وحلت بهم السعادة، ومتى ما أعرضوا حلت بهم البلايا والمصائب. فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. ألم ترى كيف فعل ربك بعاد؟ إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، وثمود الذين جابوا الصخر بالواد، وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد. فصب عليهم ربك سوط عذاب. عباد الله، الحديث له بقية إن شاء الله نكمله في محاضرة هذه الليلة إن شاء الله التي ستقام في هذا المسجد بين مغرب وعشاء. اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين وأذل الكفر والكافرين ودمر أعداء الدين. اللهم من أراد الإسلام وأهله بسوء فأشغله في نفسه، واجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميرا عليه يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك لبلدنا الأمن والأمان والسكينة والاطمئنان يا أرحم الراحمين. ربنا لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، ربنا ظلمنا أنفسنا، وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وآله الأطهار وصحابته الأخيار ما تعاقب الليل والنهار.